تعرف حضرتك انتشار مرض التوحد خصوصا في السنوات الأخيرة أصبح في تزايد بشكل كبير، ليس على مستوى العراق وإنما على مستوى العالم. هذا الانتشار اليوم أريد يعني معرفة تفاصيل أسباب انتشار هذا المرض بهذا الشكل وخصوصا في السنوات الأخيرة. أهلا وسهلا بكم وشكرا على التطرق في موضوع مهم جدا يخص تقريبا كل عوائل العراق. مع انتشار هذا الاضطراب في تقريبا أغلب العوائل، طبعا التوحد هو مرض قديم، يعني صار تقريبا من عام 1921 أو 22 بدأوا التحدث عن اضطراب التوحد، ولحد هذه الفترة طيلة هاي السنوات كان هناك عدة نظريات لاكتشاف حقيقة وأسباب هذا الاضطراب. كل هاي السنوات حقيقة كانوا العلماء يبحثون عن سبب حقيقي وسبب واحد لاضطراب التوحد وأسباب زيادته، بعد ما كان واحد لكل 100,000 طفل الآن أصبح واحد لكل 18 طفل في العالم، يعني زيادة كبيرة جدا بالإصابة بهذا الاضطراب. الآن أغلب الأبحاث وأغلب المراكز البحثية اكتشفت أنه واحدة من أسباب هذا الاضطراب هو خلل جيني ولادي، يعني ليس كما يقال أو يدعون بعض الأشخاص أنه هو مرض مكتسب أو هو اضطراب يحدث نتيجة الشاشات أو نتيجة العزلة أو نتيجة لقاحات. كل هذه النظريات هي اندحضت في الوقت الحاضر، الآن الكلام عن خلل جيني، خلل ولادي يصيب الطفل بالأيام الأولى من الزيجة، لكن الأعراض عادة تظهر في عمر سنة ونص أي في عمر 18 شهر كما فوق. نعم نعم. طيب هل وجد الطب علاجا وحلا لمرض التوحد؟ لحد هذا اليوم اللي احنا نحكي به كل العلاجات أو كل البروتوكولات اللي تتكلم عن وجود علاج للتوحد بالوقت الحاضر لا يوجد، لكن شركة روش الأمريكية وهي واحدة من الشركات العملاقة في مجال الطب ومجال البحث العلمي أعلنت عن إصدارها إلى علاج جديد وهو علاج جيني لمرض التوحد أو اضطراب التوحد، لكن لحد هذا اليوم لم يطلق هذا العلاج. صح هو حصل على الـ FDA أبروف، يعني موافقة منظمة الدواء العالمي، لكن لم يطلق للأسواق العالمية. كنا أمل أنه يوصل للأسواق العربية والأسواق العراقية بالذات. نعم. وهذا اعطانا امل كبير لعوائلنا بوجود علاج ودواء مكتشف لعلاج هذا الاضطراب. يعني لكون حضرتك عضو في اللجنه العليا لرعايه التوحد في العراق، فهل من الممكن ان العراق يكون سباق في استيراد هذه الادويه؟ احنا تعرفين بعد الانفتاح اللي صار بعد 2003 هناك عده شركات وعده مكاتب قدروا يحصلون على وكالات عالميه. أي دولة ممكن يظهر في أي دولة أو ينتج من قبل أي دولة ممكن الحصول عليه وممكن دخول الأسواق العراقية بسهولة. هو الدواء انطلق في 3/9/2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن تدرين الشركات الأدوية عادة تحب تحتكر الدواء لصالح مواطنيها. الآن هو تحت التجربة بالولايات المتحدة الأمريكية. النتائج اللي نسمع بها نتائج رائعة جدا ومبشرة لأغلب العوائل. يعني دكتور يعالج يعني تماما، يعالج تماما مرض التوحد؟ نعم نعم نعم، هو اضطراب عقلي، فبالتالي موضوع تدريب ومراكز أصبح من الماضي، ومرض عصبي عقلي ممكن علاجه بواسطة الأدوية، والطب توصل إلى خلل بالجينات، خلل بالنواقل العصبية ممكن تصليحها بواسطة نعم. طفل بعض الأدوية اللي ممكن تساعد على العلاج إن شاء الله. نعم. طيب ما علاقة التكنولوجيا بالمرض أو بزيادة المرض؟ هل فعلا يعني اللي يستخدم التكنولوجيا خصوصا الأطفال بشكل الإدمان يعني على الإلكترونيات، هل من الممكن يعني هو يزيد المرض أو ممكن هو يسبب المرض؟ يعني هو من المسببات، يعني اكو احنا نقول اكو شلون احنا نسميه استعداد وراثي او استعداد بيئي للمرض، يعني انه الطفل هذا هو حامل لجين التوحد، ممكن اذا تعرض لفتره من الفترات للعزله او ممكن اذا هو مثلا استخدم الاجهزه الالكترونيه مثل الموبايل او الايباد او شاهد التلفزيون ساعات طويله ممكن أن هذا يسرع بإصابته بالاضطراب.
ولكن هناك مثلا أطفال كثيرين احنا يجونا انه بسبب العزلة او بسبب استخدام الموبايل، حقيقة يعني ممكن يراجع أشخاص أو مثلا مراكز غير متخصصة يشخص بمرض التوحد، ولكن بعد استخدام التقنيات الحديثة والمقاييس العلمية الصحيحة لتشخيص هذا المرض يتبين أن الطفل مجرد يا أما عنده مشاكل فقط تشتت انتباه أو اضطرابات للتواصل أو أحيانا مشاكل اجتماعية وبيئية بعيدا كل البعد عن مرض التوحد. نعم.